الملايين في الشوارع يبكون بحرقة، الآلاف يتسابقون على شراء الصحف حتى نفدت فور صدورها، العشرات يشتركون في قراءة الصحيفة الواحدة. أما الرئيس فقد قطع زيارته الرسمية لبوروندي وعاد للبلاد. سكون تام يعم الشوارع، ورئيس الجمهورية يعلن الحداد الرسمي لأسبوع كامل بعد أن تأكد الخبر تحطم طائرة المنتخب الوطني الزامبي. كارثة مأساوية كانت مسار حديث العالم أجمع. في فبراير من سنة 1958 وقع حادث مشابه لجيل مانشستر يونايتد التاريخي، وكان ضحيته 23 فرد، منهم 8 لاعبين في مانشستر يونايتد ولاعبين آخرين اعتزل كرة القدم بسبب الإصابة في الحادث. حادثة أخرى جذبت اهتمام العالم كله لمأساويتها، وكانت مادة للاهتمام الإعلامي وصناعة الأفلام لتخليدهم، وما زالت ذكراهم تحيا سنوياً. في مصر حصلت حادثة مشابهة لأبطال رياضيين على الأغلب ما تعرفش بيه أساساً، أغسطس 1958، وبعد أشهر من حادثة ميونخ لجيل مانشستر يونايتد التاريخي، كان الجيل التاريخي لمنتخب مصر للسلاح في طريقه للمشاركة في كأس العالم في أمريكا والمؤهل لأولمبياد روما 1960. خط سير البعثة كان التحرك نحو لندن ومنها إلى أيرلندا، ثم يستقلون الطائرة نحو أمريكا حيث تقام البطولة. الفريق المصري استقل الطائرة، غادر مطار شافون في أيرلندا، لكنهم ما وصلوش أمريكا بعدما انقطع الاتصال اللاسلكي بين الطائرة والمطار. مراقبين الملاحة افتكروا أن البقع الشمسية هي السبب في انقطاع الاتصال، وبعد ساعات من الاختفاء أرسلت البحرية البريطانية قوتها للبحث عن الطائرة، لكنهم ما لقوش غير بقايا جثث الضحايا طافية على سطح الماء، وبجانبهم عجل الطائرة وقطع من الأخشاب. أعضاء المنتخب كانوا 7: عبد المنعم الحسيني وعمل كملازم أول في الجيش المصري، حسن رشاد وعمل كمهندس بالقوات المسلحة، مصطفى زيان طالب بالعام الثالث من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أحمد صبري وكان موظف بشركة النيل للتوريدات، محمد علي رياض وكان دكتور في العلوم وتزوج قبل الحادث بـ8 شهور فقط، فتحي الأشقر وهو أصغر الضحايا سناً وكان طالب في كلية الزراعة، وأخيراً عثمان عبد الحفيظ وكان أكبر أعضاء الفريق سناً وكان بيعمل كمستشار بمجلس الدولة، وكان مسافر مع الفريق لأول مرة كرئيس للجهاز الإداري بعد أن اعتزل اللعب حديثاً. الجيل ده من منتخب مصر للسلاح كان الأقوى في تاريخ مصر في اللعبة، كانوا القوة الثالثة عالمياً بعد فرنسا وإيطاليا من أواخر الأربعينات وحتى سقوط الطائرة في أوائل الخمسينات. في كأس العالم 1949 كان ترتيب مصر هو الثالث، فرنسا في المركز الأول وإيطاليا تاني ومصر تالت، وبالتالي كانوا مرشحين بشدة للحصول على ميدالية في أولمبياد روما للعبة اللي شهدت كمان أول تواجد مصري. ومن وقت الحادث ولحد 2012 غابت مصر عن تاريخ لعبة السلاح، ولحد لما جه علاء أبو القاسم وحصل على فضية أولمبياد لندن في إنجاز تاريخي.